Oh, it's a goal. مجلس العرق دي عليه اكتر من 250 سنه، اكتر من 300 سنه. جيل يجي ورا جيل. اقعد يا ولا كمان لو اتحرك. عجيت وليدي والله بريء بريء. مبروك الله يبارك انت لي فيه. الله اكتب بالله يا راه. الله يا شيخ برا يا حاج. الله يبارك عليك. برا خلا وعدت الله يبارك. وين هربنا يا راه؟ والله وانتم مقعدكم ريتوا بيه. والله استحاله. والله عملت حاله. والله عملها عم عيد ولا نجاها. الكبار بتاعت العيله وبتاعت القبيله يقروا الفاتحه ان احنا انت هتمسك البشعه دي امانه. لا تمشي مشي جدودك، تمشي بما يرضي الله بين الناس وبين بعضيها. لا في تغش فيها، ولا طبعا اللي هو جاي عايز ياخذ براءته والتاني عايز ياخذ حقه. لازم تمشي بما يرضي الله. يعني طبعا عموم الشعب المصري عرف ان دي بتطلع الحقيقه وتظهر الساده من الكذاب، فكله لجأ لينا. لازم يروح مثلا الشرطه مثلا بيقعد شهر وشهرين وثلاثه لما تظهر الحق. لا هنا يا ابيض يا اسود، اظهار الحق في بضع ساعات.